ديال المهنة شفتو هنا بدينا هذا هو وين لون تيرم كيفاش نوصل المستقبل كيفاش نوصل بعد 5 7 سنين كيفاش نخدم كيفاش نبقى قوي بدل انا نشوف فيكم وقارن بينكم بخبرة تاع 25 سنة في دول مختلفة وفي عقليات مختلفة وفي بشرة مختلفة وفي دين مختلف البدل نتاعكم خايف لانه نرجعوا لماكلتكم ودينتكم ممكن نوصلوها انا في عماركم انتوما شوف شو ولد بدنها صحيح تنوع في الدرب خارج الميسك نتاع اليدين خارج الميسك نتاع الساقين بالخدمة ما نحكيش على الطول والقصر انا ما نمنش بها حتى نمن بجوار ثم كل جوار وبوست معينة فيها طول معين وفيها كذا معنا نحكي على البدن عليه فماش واحد منكم كان حكيوا على بعض فرش في الترزة ونخدم ايش نخدم في عمراتكم انتم ما نخدموش الميسكيلاسيون بالحديد ممنوع علاش ممنوع علميا ما نقدروش لانه اللي الحديد يمسه جوار 16 سنه بعد ما تنمو العضله والعظام نتاعو بكل شيء قبل ما نخرجوش انا قبل الناس باش تخدم صار انت تستنى توصل 16 سنه باش تخدم وبدنا وقت ثاني ما عادش ثم دي ميسكل اللي هما الدم في ميسكل صغير وميسكل في ميسكل صغار ما تخدمتش ما عادش تبني حتى كي تبنيها كبيره تبنيها سقاط منفوخ وبرا للدم فماش واحد منكم تم 1000 اكزرسيس وعلى يوتيوب كلكم تشوفوا كلكم عندكم تلفزيون اكزرسيس انت تفرش في التلفزيون نخدم قوي الميسكل نتاعي اكزرسيسات عاديه وانا على الطاوله هذه نعمل هكا ان دو نخدم في الميسكل نتاعي ماشي هذاك البنان هذاك اللي يقوي الشوكه ويقوي السونتراج ويقوي لابوي تخدم على روحك معناها اللي حاط روحه للمستقبل يلقى روحه خدم ثماش واحد منكم شاف بيسين مره في مرتين في الشهر لغه الاعجاز معناها شكونكم عندكم ما نحكيش على اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه نعرفوا لكن اللي قادر يمشي سبالك 300 مليون 8 دينار قادر يمشي بيسين فماشي واحد منكم خرج نهار عمل فوتين مره في الجمعه صحابي ولا خارج يجري 20 دقيقة 30 دقيقة يخدم فما شيء أما كلكم أحلامكم تشوفوا جوالات كبار هذا المستقبل ماشي اللي يخدم فورتين اللي يمشي بيسين اللي يطور روحه اللي يتعلم بس كلمة ماهوش عارف يتعلم كلمة زي لونجلي كلمة فرنسية كلمة عربي زي نتفقه هذا كل في المدى البعيد خاطر رواية وشادين تليفون ونتفرج في حاجة ما عندهاش حتى دعوة معناها طريق قصير الناس تبني اللي ما يبنيش ما يبقاش من بعد نمشيو نحن قلنا المدى القصير هو فيه الاكل والنوم والدراسه والراحه والتدريب الفردي فهمتني التدريب الفردي معناها كي تبقى انت راح بدنك مرتاح ثم اللي مساعتين هو على الفيسبوك مساعتين هو زي ساعه نهار ماتش ويسر ثلاثه ايام في الجمعه والولي مع ابوه معناتها اما الولي قوته فاشل يجي ولدي ما لعبش يتفرج في ولده قدامه كيما كلمه وش ياكل ويتفرج فيه كيفاش تحب لي يلعب الراحه راهو البشر ينجم مره في الجامعه اوكي سهرت مع العائله ما نجمش نسهر ثاني بدني دير